ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. تسبب تسرب الغاز القابل للاشتعال بمدارة بالقرب من دوار الحاج بالمدخل الرئيسي في مدينة المحمدية في استنفار كبير، وحسب المعطيات المتوفرة فإنه تم تطويق المكان من قبل المصالح الأمنية وعناصر الوقاية المدنية لمنع أي احتكاك من طرف المواطنين بالمكان المذكور. وأضافت مصادر جريدة اليوم 24 أنه لم يتم بعد معرفة أسباب تسرب الغاز المتواجد بالمدارة المعروفة بمدخل المدينة، لكن السلطات وضعت الأشرطة الحمراء على المكان لمنع اقتراب المواطنين من المكان. وأكدت المصادر نفسها أن المصالح المختصة تحاول إصلاح هذا العطب. نشكركم على حسن الإصغاء. إذا أعجبك الفيديو المرجو الضغط على زر الإعجاب.